مرحبا بكم في وصفات عائشه. الفيديو اللي فات وريتكم شنو كنتقدى في مرجان، يعني ماشي تقضيه كامله، خد غير الاساسيات، وكنت وضحتها لكم في اول فيديو. كنشري غير اللي خاصني من المرجان، اما الا جيت ناخذ طحين ولا القطنيه ولا داكشي الاخر، الا جيت للدار وغربلت الطحين ولقيت فيه الدود راه مكياش نرجعو المرجان. بالعكس الا خديته من طاحونه كنجي للدار نيشان كنغربلو لقيت فيه شي حاجه كنردو لهم باش كيبدلوه ليا. هذا توضيح للفيديو الاخر. بالنسبه اللي قال لك ما كناخذش الزبده، الزبده انا كنصوبها بيديا، لانه هذيك اللي كنستهلكو كنت وعدتكم غادي نوريها لكم ان شاء الله، غادي نوريها لكم كيفاش كنصاوب الزبده بلديه في الدار. بالنسبه للكوفيتير فهو نفس الشيء، بالنسبه للشكلاط ديال الدهن راه كنت وريتو لكم في فيديو قبل، راه تنصوبوه غير في الدار. داكشي اللي غادي نشريو فيه مواد حافظه من الاحسن صوبوه في الدار. هذا توضيح لداكشي اللي ما خديتش من المرجان. انا قلت لكم هذاك الشيء اللي كنشري انا. كاين شي حوايج كناخذهم للاسبوع، بحال اللحام، بحال كسكسو، بحال الشعريه، داكشي اللي كنخاف انه يتفسد ليا في الدار، يعني يولي فيهم داك الريحه ديال الغمال ولا شي حاجه، كناخذها للاسبوع مع الخضره. يعني الا جيت نهار الجمعه غادي نتقدى الكسكسو، كناخذ تمشي نتقدى نهار الخميس اللي غادي نستهلك الاسبوع كامل، يعني خيزو بطاطا ومعها السميده ومعها كسكسو الشعريه ديال الفوار اللي كنت عواله في هذاك الاسبوع ندير الشعريه، يعني السفه. كاين هذاك الشيء سيستم كيكون غادي. انا دابا غادي نوريكم شنو كنشري من الطاحونه. كناخذ الطاحونه كناخذ منها الطحين اللي غتقدني في 15 يوم. عندي 10 كيلو ديال الفورس، الفورس ديال الحلوه هذا كناخذو جا تيجي زوين بزاف ما فيهش الكويرات وكذا، كني كنغربلو. المهم كتقلبوا التاريخ وكديروا مع مول الطاحونه كتسولوا واش باقي جديد ولا لا، كتاخذوه كتغربلوه، حاولوا تغربلوه ديك الساعه باش الا كنلقيتو فيه شي حاجه ردوه لمولاه. انا كناخذ الفورس كناخذ 10 كيلو، كناخذ 10 كيلو ديال الفينو. هنا الفينو يا اما كناخذ هذا الفينو هذا كناخذ 10 كيلو، ولا كناخذ الزرع كل مره وشنو كندير كنختار. انا هذا الشهر هذا خديت الفينو. عندي بالنسبه للمواد الاخرى، عندي العدس كناخذ كيلو ديال العدس، هو العدس ديال البلاد كناخذ غير كيلو. هنا هذا العدس هذا، عندي العدس، عندي اللوبيا، وعندي هذا الفول، هذا الفول ديال البصاره، هادو كندير غير مره في الاسبوع. داكشي كناخذ كيلو كيلو كيلو. عندي يا اما ندير الفول اللي غنديرو بصاره، يا اما غندير اللوبيا اللي غنديرها مع القديد، ولا نديرها مع اللحام ولا الدجاج تيجي زوينه مع الدجاج. اما كندير العدس، العدس هو كيجي زوين مع القديد. ان شاء الله في حلقات مقبله غادي نوريكم كيفاش كنطيبو. هادو كنديروهم مره في الاسبوع. عندي الرز، هذا الرز هذا كناخذ هذا العادي كندير به، اما كنصوب به الرز يعني بالخضره في القدره، اولا كنديروا به الحريره. عندنا السميده، هذه السميده الغليظه، هذه السميده الغليظه اما كنديروا بها كسكسو، يعني بعكس هذيك ديال الكسكسو كناخذها من الجمعه للجمعه. عندي هذه بحد ذاتها هذا الكيلو هذا كنديروا به الحريره، يعني كل صباح كنديروا به الحريره هذا اللي بغى يشربها. هادو اللي كناخذ، كتبقى لي القهوه، القهوه كناخذها كي قلت لكم مره في الاسبوع كناخذ 250 غرام، كتقدني الاسبوع ولا حتى اسبوع ونص. كناخذها عند مول القهوه، عند واحد السيد حال في حي السلام اللي ساكن هنا في سله، تناخذ من عنده رابعه حبوب وكيطحنها ليا، كتبقى عندي اسبوع كامل. شنو اخر؟ الحليب، الحليب كيجي عندنا الراجل كل ليله، واللي ما عندك جوايه على 10 ديال الليل كيعطينا حليب بلدي، كناخذوه كنخليوه حتى لغد ليه، منو كتكون ديك القشره اللي كنجمعوها وكنخليوها اسبوع ولا على حسب الجو، حتى كنقول كنخمروها. من بعد كنخذوها حتى نجبدو منها الزبده، هذيك اللي قلت لكم الزبده بلديه هي اللي كنستهلكوها حنايا. بالنسبه للجبن، الجبن كنصاوبو، راه صاوبته معكم في فيديو سابق. شنو اخر؟ صافي هادشي اللي كان نتوما كتسولوا لا حق علاش ما كتاخذيش كلشي من المرجان. انا قلت لكم مرجان الا مشيتو خديتو كلشي صافي مشى لكم فلوس ديال الشهر. راه الا جينا ناخذ انا هادشي كامل خديته ب 100 قول 176 درهم. هذا دابا خديت من الطاحونه، دابا عاد دابا بقيت جيت من الطاحونه شريتو من عنده. المهم الطحين دار معايا، يعني غادي دابا نغربلو باش نردو ليه الا لقيت فيه شي حاجه. بقى ليا شنو اخر؟ بقى ليا داكشي اللي كنصور معاكم راه كنشريه كل نهار،
يعني ما كانش البيض داكشي اللي خلاني تنخدم به جديد، خاصني الحاجه نخدم بها جديده، علاش غنخليوها نخزنو عندنا؟ علاش كنديرو ديك القضيه ديال كل مره نشريو الشهر كامل ما الدنيا غتفنى ما يبقاش فيها الخضره ما يبقاش فيها التقضيه؟ لا خاصنا ناخذوا الحاجه ديما تبقى جديده باش نحافظوا على راسنا، نحافظوا على هي الدجاج، هي اللحم كناخذوه في الاسبوع، الدجاج ما كنشريش انا الدجاج الرومي الا جا عندنا الضيف، الا جاو الضياف كنمشي عند مول الدجاج، كاين واحد السيد كنعرفو كيعطينا الدجاج بارد يعني مذبوح ناضي تنتيقو فيه. وضحوا هاد الفكره ديروها براسكم، انا هادي تقضيه ديالي، انا اللي كنمشي للسوق كنمشي نجيب داكشي اللي خاصني شخصيا. بغيت نتقاسمها معاكم، ما المهم باش نديرو شويه ديال نبدلو شي شويه، ماشي ديما طياب 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 طياب. وبهاكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى نكون تكونوا استفدتوا بزاف من هاد التقضيه هادي، ووضحت لكم النقط اللي ما فهمتوش واللي كتسولوا عليهم. وبهاكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الحلقه هادي وفهمتوا داكشي اللي ما وضحتوش لكم في الفيديو الاخر. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم، ولا بغيتوا ديما تصوروا الجديد ديالي تابوناو فلاش، نشوفكم في حلقات اخرى مع مواضيع جديده. الى اللقاء.